السلام عليكم طلابنا الأعزاء. في محاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات برنامج الوورد، اليوم راح نتحدث عن الأشياء التالية موجودة في الملزمة في صفحة 52، إضافة الأشكال وإضافة أو تحرير ورسم سمارت آرت وإضافة مخطط إلى مستند. كل هذه الأجزاء موجودة في القائمة عرض. نفتح الوورد، نكبر الشاشة، وإحنا بعدنا في إدراج. أخذنا إغلاق صفحة الغلاف، وأخذنا صفحة فارغة وفاصل الصفحات والجدول والصورة، وأخذنا قصاصة فنية مع الصورة. لو رح نأخذ الأشكال، الأشكال بشكل عام هي عبارة عن أشكال هندسية أو خطوط أو أشكال غير هندسية. الغرض منها هي تعزيز الفكرة أو رسم شيء معين، وبمجموعة هاي الأشكال ممكن أن تكون رسم متقدم. فراح نأخذ الشكل وندرس عليه بعض المميزات هذا الرسم. قد لا يكون هذا الشكل مطابق للملزمة، بس هو كفكرة نفس الفكرة. مثلا نأخذ هذا الشكل المستطيل. أول ما تنقر على أي شكل يطلع لك زائد، معناها مؤشر الرسم. تروح تفتح الشكل اللي رسمته بهذا الشكل حسب المساحة اللي انت تريد ترسم بها. فأول ما تترك المؤشر الماوس راح يكون عندك الشكل، وتظهر لوحة أدوات الرسم فوق. تقدر تغير التعبئة مالته أو أنماط جاهزة منها. أوكي، وتغير النمط مالته كلون، لون الإحاطة وما إلى ذلك. أو تقدر أنت تختار لون التعبئة بشكل يدوي. منها لون التعبئة اختاره بشكل يدوي، مثلا أريد اللون السمائي أو الأزرق الغامق. وأيضا المخطط التفصيلي للشكل، يعني لون الإحاطة، مثلا أريد أصفر. صار عندنا شكل أزرق ومحاط باللون الأصفر. أقدر أحركه، طبعا أقدر أحركه يمينا يسارا بالنقر عليه. أقدر دوره من هذه الدائرة الخضراء، أدوره بهذا الشكل. عندكم هنا دوائر باللحافات هي لتكبير الجسم، نفس الشيء بهاي الحافة. وعندكم أيضا هذا الشكل المعين، هذا المعين اللي لونه أصفر مهمته هو التحكم بهذا الانبعاج أو الانحناء، يخلي الزاوية أنه كلش ضيقة أو مفتوحة. هذا الشكل يعني يتحكم لك بالانحناء. ممكن ننسخ هذا الشكل طبعا، ممكن. ويعني قلنا احنا كل شيء بالأوفيس، أي جسم سواء كان نص أو صورة أو جدول نقدر ننسخه. يجب أن يكون فعال، يعني محدد. أقول نقر وأقول نسخ وبعدين لصق، تلصق بطريقتين، نفس الصيغة أو على شكل الصورة. صار عندك شكلين. أقدر أحذفه، نعم، أفعله يعني أنقر عليه وأضغط مفتاح الديليت على الكيبورد، أو أضغط حذف من القائمة الموجودة عندما ننقر بالزر الأيمن. فراح أضغط ديليت وينتهي الشكل. ممكن نضيف له نص، نعم ممكن. نقر على الجسم بالزر الأيمن
ونختار إضافة نص. أوكي، راح يطلع المؤشر في داخل الشكل، وراح نكتب مثل جامعة ذي قهر. جامعة ذي قهر، نقدر نحرر النص يعني نكبره، كنترول اي او بست اضليل، نضلل النص. قلنا احنا النص ما يصير نتعامل به اذا مو مضلل، يعني نغير نكبر النص، نغير الخط لخط سميك، نختار الخط بي تي بولد هيدنج اللي هو اسمك الخطوط موجودة في بي تي بولد هيدنج. هذا بالنسبة للشكل التلقائي. ممكن نرسم أشكال متقدمة باستخدام هذه الصيغة، ما مذكور هاي بالملزمة بس يعني هي مهمة إذا واحد يريد يرسم. مثلا أريد أرسم علم عراق، نروح إلى إدراج شكل، أختار شكل يشبه هيئة العلم، مثلا أختار هذا، أختار هذا الشكل وأنسخ هذا الشكل. طرق النسخ نعرفها، ندوس كنترول وبعدين بنسحب والإفلات، أسوي ثلاث أجسام بعدين ألزقهن واحد على الثاني. بعدين ألون أول واحد دبل كليك أحمر، والإحاطة أخلي أسود أو تتركه بدون إحاطة عادي. ثاني أبيض، ثالث أسود، ولون الإحاطة أيضا أسود. صار عندنا هذا الشكل. بعدين نرسم السارية، إدراج شكل هو مستطيل، ونرسم سارية هذا الشكل، دبل كليك تعبئة الشكل. ما راح نسوي لها تعبئة اللي هي معتادة، راح نسوي لها تعبئة على شكل الخشب حتى يكون جزء من الحجم. نروح وين؟ إلى مادة، نختار مادة الخشب. أوكي، مثل هذه، صار عندنا سارية بهذا الشكل. هسه ممكن نعدل على الشكل بشكل كامل، ننقر على الأجزاء المكونة للشكل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، مع تواجد الكنترول، يعني أنت ضاغط على الكنترول وتنقر على الأشكال المكونة للجسم. بعدين ننقر بالزر الأيمن على الجسم، نقول تجميع حتى نتعامل معه كأنه شكل واحد. صار عندي أنه كل العلم بس أقدر أزغره وأكبره وأدوره كأنه قطعة واحدة. أوكي، كأنه قطعة واحدة. شو سوي هسه؟ نجي على النص، نقول إضافة نص، نكتب الله أكبر، سوي كنترول أي، نخلي اللون أخضر ونغير الخط إلى كوفي. إحنا الخط كوفي عادة اللي هي مكتوبة، ممكن تخليه بدون كوفي إذا ما تعرف الكوفي وين. ما الكوفي؟ بعدها مو أكبر، أكير، وراح أعدلها وأكبر هذا بالكنترول وأكبر.
ماخذيها هاي من المحاضرة الأولى. صار عندنا هذا العلم نقدر نرسم هاي أشياء. هسه هذا العلم صار جزء لا يتجزأ، موحدة نقدر نشيله، ممكن ننسخه نسوي علمين وندوره بهذا الشكل. وهذا أيضا ندوره بهذا الشكل. وهذا ممكن نسوي له انعكاس انعكاس من هذا المربع. وحركات بسيطة حتى يتمركز الشكل في داخل الورق. صار عندنا هذا الشكل. اوكي، فنقدر نرسم هاي اشكال. راح ازغركم الصفحة. نقدر نرسم بيوت، نرسم منظر طبيعي، ونرسم أي شيء نحتاجه. هذا بالنسبة للأشكال. نروح إلى الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو السمارت آرت. شنو السمارت آرت؟ هو مخطط تفصيلي للأمور العلمية والأمور الثانية اللي هي حتى مو علمية، بس هو يفيد للتوضيح كيف هي تتعامل مع سمارت آرت. راح افتح صفحة جديدة، فتح صفحة جديدة كنترول وانتر. نروح الى ادراج سمارت آرت. اول ما تنقر عليه راح يطلع لك اشكال سمارت آرت. انت المخطط اللي تريد تسويه شنو هو؟ مثلا اريد هذا الشكل، مثل حياة الدودة أو النبتة أو الزهرة، أدوس على هذا الشكل أقول موافق، راح يطلع لي هذا الشكل. راح يقول لك نص رقم واحد، راح نقول زهرة نص اثنين، بذرة مثلا، بعدين برعم، بعدين نبتة، بعدين نبات بالغ. نبات بالغ هسه هذا الشكل انطاك اوبشنات، نقول لك انه هذا الشكل شو تريد تسوي الألوان مالته، تختار الألوان منها، نختار هذه. وأيضا حتى الأسهم نقدر نغيرها وألوانها نقدر نغيرها، ونقدر نغير حتى الخطوط اللي بيه، أو إنها إعادة تعيين الرسم. هل هذا نقدر نتحكم به؟ يعني نقدر نشيله أو شيء؟ طبعا هذا يعني نتعامل معه كأنه شكل تلقائي ونقدر نتحكم به. نقدر نكبره ونزغره، نقدر نسخه. طبعا الشرح بالملزمة كلش مفصل هذا الشكل، نطلعه. فهنا تقدر تغير الاوبشنات مال الكلام. نقدر نضيف بعد شكل. انا شكل لك اضافه الشكل، تريد بعد لو قبل نضيف شكل بعد. مثلا هنا تريد تضيف، نقول مو برعم مثلا، قبل البرعم شنو؟ جذر مثلا. هو مو صحيح بس هذه هي. ممكن تحذف. اوكي،
ممكن نغير الأشكال، تغير أي شكل منها، الحذف قلنا ننقر عليه وديليت. تحرير النص يعني نغير النص، هاي عرفناها. تغيير الشكل هو عبارة عن دائرة، إذا اختارينا أي شكل آخر أيضا راح يتغير، صار هذا الشكل، بصير يعني هجين. فكنترول وزيت تراجع، أو من هذا تراجع. هذا بالنسبة لسمارت آرت. بيقول إعادة تعيين الشكل يعني يرجع إلى حالته الأصلية، يعني بدون إضافات. هذا بالنسبة لي الجزء الثاني من المحاضرة، هو السمارت آرت. أوكي، ممكن ننسخه أيضا، نسخ أو قص. هذا بالنسبة لي الجزء الثاني، وهو الجزء الثالث من المحاضرة، اللي هو إضافة مخطط إلى مستند. نروح إلى أدراج. أخذنا الأشكال، أخذنا سمارت آرت، ونجي على المخطط. طبعا هاي الأشياء مرتبة بالملزمة حسب ترتيب القوائم عندكم، اللي ما يفتهم شيء ممكن يسأل. نروح إلى أدراج مخطط. هنا هذا المخطط هو يرتبط مع برنامج الأكسل تلقائيا. فلكي ندرج مخطط نقوم بالتالي، ننقر على المخطط، راح تطلع لنا مربع حوار يقول لك تختار يا مخطط أي نوع. عندك واي أنواع أنماط، راح اختار عمودي بهذا الشكل وأقول موافق. طبعا وين راح يطلع لك؟ يطلع لك بالجزء اللي أنت خليت به المؤشر، راح يفتح لك هذا الجزء وينطيك سلسلة افتراضية ببرنامج الأكسل. هاي السلسلة ممكن تتغيرها، يعني هاي الكلمات تغيرها مكان نمر السلسلة، تكتب الأشياء اللي ببالك. مثلا نقول الصناعة، الزراعة، التجارة. وهنا نكتب الأشهر مالتنا، مثلا نيسان، آيار، حزيران، تموز. فتغيرت هذه طبعا هذا برنامج الأكسل اللي عندك اليمنى، هو فتح تلقائي، إذا غلقته راح تحتفظ بالمخطط الحالي. نغلق المخطط، وراح نشوف المخطط ما زال موجود. يطلع لك هنا فوق أيضا أدوات المخطط، تغير شكله، تغير بياناته، وأيضا تغير اسمه. فهنا عندنا اللون المختار هذا، نقدر نغيره إلى أي لون احنا نرغب. وعندك بعض ألوان أخرى بها 3D أو ظل، وأيضا أكو عندك ألوان متدرجة أيضا 3D آخر حسب أنت ما تحب. بهذا الشكل تريد البلاك، نختار هذا الشكل الرئيسي مالته. ورحنا شو يقول لك هنا؟ يقول لك تختار المخطط بهذا الشكل، يعني نعطيك هو والبيانات مالته. لو تريده بدون بيانات، لو تريده بهذا الشكل، توزيع البيانات فوق وما إلى ذلك. تريده بعنوان أو بدون عنوان، طبعا إذا بعنوان أفضل، فتختار أبو العنوان وتروح تغير العنوان، تنقر عليه، تكتب الحركة الاقتصادية مثلا. وهنا عنوان المحور، تكتب نمو
الحركة الاقتصادية. هنا أيضا النشاط تقدر تغيرها، تقدر تغير البيانات، تحرر البيانات ترجع للأكسل منها، يفتح لك الأكسل وتغير البيانات هذه، تريد تخليها طبعا بعدين نشرح الأكسل. انتر هاي سويها 6، أيضا انتر هاي سويها 2 3 وهكذا. تغلق الأكسل ترجع للشكل مالتك. يعني تغيير نوع القالب، تغيير نوع المخطط، نرجع لهاي الخانة ونقدر نغيره منها، مثلا نحول إلى هذا النوع، قل موافق راح يصير بهالشكل. نرجع إلى آخر نوع آخر، تريد دائري ما عندنا مانع، راح ياخذ هذا الشكل. تريد مخطط خط لاين، فحسب طبيعة عملك يعطيك خيارات متعددة وإمكانيات هائلة بالنسبة لعمليات التعامل مع المخططات. هسه حسب الملزمة احنا وصلنا إلى نهاية المخطط، نهاية صفحة 57 تقريبا، نهاية صفحة 58. عندكم أسئلة هنا في صفحة 57؟ نرجو الإجابة عليها. وصلنا صفحة 58 أو نهاية صفحة 58. نشكر أصغائكم وإلى اللقاء في محاضرة ثانية.